It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. عاش الجهاد وعاشت فلسطين. فلسطين أولا. فلسطين أولا. الذي يريد الأمن، احنا ليس لدينا شيء لنقايض به. الشعب الفلسطيني جزء منا، احنا ما نقدر نتخلى عن دورنا. انتوا تقتلون بشعبنا ان لم ترعون وترفعون السلاح عن شعبنا، فراحنا سنمثل إرادة شعبنا ويكون ان عداك موقف اخر منكم. وشوف شلون يجرون اسلحتهم ويحطوها بغمدها. ولذلك الصهيونية والامريكان المسؤولين يكرهون صدام حسين. والله لا خلى النار تاكل نص اسرائيل. سوف نضرب اسرائيل.